لاعبين مشكورين يعني ترفع عليهم القبعه، قدموا واحد الاداء جد جيد، تنبغي نشكرهم مره ثانيه. وصراحه احنا يعني فرحانين بهذه النتيجه ديال لي 3 بوين، وفي نفس الوقت يعني ماشي نقولوا مدمرين، ولكن تنتاسفوا للرحيل ديال السي عزيز كركاش اللي صراحه قام بواحد العمل كبير داخل اولمبيك خريبكا، قدر يخلق هاد التوليفه من اللاعبين، من يعني من اللاعبين اللي كانوا مغمورين، ورجع منها واحد ان فري غروب. تنتمنوا له حتى هو التوفيق ان شاء الله في المسيره الرياضيه ديالو، وان شاء الله حنا يعني تنتمنوا الاستمراريه للفريق، يعني الفريق لا خوف على فريق اولمبيك خريبكا. بصح كانوا تيعاكسونا النتائج، اليوم كانوا اللاعبين كانت الفعاليه الحمد لله.